حسن الشريف فاعل الحقوقي. أعتقد النقاش اليوم في المغرب حول غلاء الأسعار هو نقاش نتيجة لواحد الوضعية يعني وصل لها المواطن المغربي اليوم، ويعني تبين بالملموس عمق الأزمة التي أصبح يعيشها المواطن المغربي، أزمة على جميع المستويات، خصوصا في ظل هذه الجائحة التي عرضت عن المشهد وأبانت عن عمق الأزمة التي يعيشها المغاربة. ارتفاع الأسعار اليوم هو نتيجة لسياسات فاشلة للحكومة المغربية انطلاقا من الحكومة السابقة، حكومة عبد الله بن كيران التي حررت الأسعار المحروقات، وكذلك حكومة العثماني التي استمرت في النهج، وبالإضافة إلى هذه الحكومة التي تعتبر امتداد للحكومات السابقة. الحكومات المتوالية في المغرب تتحمل المسؤولية فيما يعرفه المعاناة التي يعرفها المواطنين المغاربة اليوم، وبالتالي عليها أن تجد الحلول وألا تتحجج وراء غلاء الأسعار على المستوى العالمي. فهذه وضعية تعيشها جميع الدول، وبالتالي نحن اليوم مطالبين من الحكومة إيجاد حلول ناجعة وخلق حلول اللي هي حلول جذرية لهذه المعضلة، رفع الدعم عن مجموعة من المواد الاستهلاكية كان خطأ كارثيا للحكومة المغربية. أيضا نطالب من الحكومة إيجاد دعم مناسب لبعض الفئات الهشة التي تضررت من هذه جائحة كورونا، وخصوصا مستخدمي القطاع السياحي، مستخدمي القطاعات الحرفية المرتبطة بالسياحة. شكرا. نظري متواضع في رأي متواضع أن سبب ديال ارتفاع الأسعار هو أسباب هي عالمية. المشكلة عندنا في المغرب على ما أظن هو أنه الثمن ديال الوقود غالي بزاف، وداك الغلاء ديالو هو تأثر على الأثمان ديال المواد الأخرى. يعني تيبان ليا بأن الحكومة والدولة دايره مجهود كبير باش ما يطلعوا الأسعار، ولكن عندها واحد السق ما يمكنش تفوتوه. فهمتيني؟ باش نقارنو خصنا نقارنو مع دول اخرين وتنشوفو الفرقة. كلشي غالي في العالم لأسباب عالمية، المغرب دولة صغيرة دايره مجهود كبير، ولكن المشكل اللي عندنا في المغرب هو مشكل ديال الوقود غالي وغالي بزاف، وتأثر على جميع الأثمان ديال المواد الغذائية والخدمات في المغرب. هذا رأيي ديال الشخصي المتواضع. السلام عليكم، مرحبا معكم في ميكرو تطوير مع ألوانكم. السؤال ديالكم اللي طرحتوه حول ما يخص غلاء الاسعار اللي كتعاني منها اليوم المغرب، في الحقيقه اظن ان غلاء الاسعار وليس تسببت فيه يعني الحكومه، وانما هو طبيعه الحال السوق الدولي هو الذي يتحكم في هذا الامر في غلاء الاسعار. ولكن مساله فين كاين السبب ديال الدوله ولا ديال الحكومه على عدم يعني تحكم في منافسة في السوق. طبيعة الحال أننا كنشوفوا المقارنة مع الدول الغربية والدول الأوروبية مثلا ولا الدول الأمريكية إلى غير ذلك، كنشوفوا أن بطبيعة الحال حتى هو فيه غلاء الأسعار إلى غير ذلك، ولكن هنا الدولة كتدخل أو الحكومة كتدخل في ضبط هذه المنافسة، تكون في بعض القطاعات ومجموعة من القطاعات تقريبا، وكتدخل يعني أن هذه القطاعات إذا كانت غلاء فيها الأسعار يعني أو لا تم يعني تم الزيادة في الأسعار كتكون الثمن كتكون كذلك الزيادة حتى في القطاعات الأخرى، وهذا هو الإشكال اللي كيعاني منه المغرب اليوم. ملي كتكون قطاع ملي كيكون غلاء الأسعار كنلقاو مثلا غلاء الأسعار في قطاع معين بوحدو كيطلع على السقف، وكتلقى قطاعات أخرى في الحضيض والأدنى في الثمن وكذا، يعني ما كاينش اللي يعني هذا هو الإشكال في المقاربة بين الدول الأخرى وهذه الدول. يعني هنا فين كاين السبب، فين كاين الإشكال اللي كيعاني منه اليوم اللي كتعاني منه بطبيعة الحال الحكومة المغربية، ما كتدخلش في منافسة بين الأسعار بين ضبط السوق يعني داخل 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 السوق المغربي وحتى داخل السوق الخارجية، يعني في العلاقات الدولية في التجارة الخارجية. هذا اللي كنعتقد انا كملاحظه ديالي وكالرأي ديالي كمواطن عادي، وصافي والسلام عليكم. شكرا.